وش يجيب للدينار الكويتي من البقالة؟ ناخذ أول شيء شيب. مبدئيا الدينار 13 ريال سعودي. ناخذ واحد يقول لو روحت مصر ب 10 دينار تشتغل محل. هذا احس عادي تصير كثير ولا ما تسوونها انتم؟ طبعا ما ادري ايش قاعد انظر هناك، ما ادري، انا ناسي انه الكاميرا هنا. كنت متعود ان الكاميرا تكون هناك. ايه عادي. عيال عمي كل اليوم يزت بعض كذا، ما في دانا واحد. طيب ريم، كم مهرك؟ كم مهري؟ احس ما ودي اخذ مهر. ما ادري ليش، بس احس انه يعني يا هي انا هذه لو انا ممكن اعطيه 13 ريال. يا سلام يا سلام، مستحيل تمر في المناطق الجنوبية. ودي اراجع صراحة منك.